السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في ورشة جديدة من ورش إنرجي أفريكا بالعربي. إحنا عندنا النهاردة ورشة كبيرة جدا ومهمة جدا أوي أوي، بسبب إن إحنا مثلا لو حد بيشتغل في الإي ليرنينج أو بيشتغل في مجال التصميم التعليمي وعاوز يوضح للناس أنا بشتغل إزاي أو خبراتي إزاي، بيبقى محتاج إن هو يعمل ماركتينج لنفسه. طب في إيه التول الجديدة اللي شغالة عندنا؟ مثلا في حاجات زي البورتفوليو. طب إزاي أعمل بورتفوليو كويس وله كريت كويس وله حاجة توضح المعلومات بتاعتي؟ ودي من الحاجات اللي أنا أصلا كنت مهتم بيها من فترة ماضية شوية عشان أقدر أعمل ماركت لنفسي في السوق. وشرفنا النهاردة إن شاء الله إن إحنا نكون عندنا ورشة جديدة في المجال ده، اللي هي إزاي هتصمم بورتفوليو خاص بالنسبة لك في 4 خطوات بسيطة. معانا مدربة جدا رائعة، أنا بشكرها جدا على وقتها وعلى مجهودها الكبير، البشمهندسة زينب خليفة. زينب هي اصلا مصممه تعليميه وليها خبره كبيره قوي في التصميم التعليمي لمده 10 سنين او 18 سنين، انا مش عاوز اكبرها بس يعني هي بسم الله ما شاء الله ليها باك جراوند كبيره. كمان معاها من الناس القليله اللي معاهم شهاده اي بي تي دي ومدرب معتمد، ودي شهاده من الشهادات الدوليه في مجال التصميم التعليمي ومجال التنميه البشريه والاداره والاتش ار، وليها باع كبير قوي وليها خبره في تصميم وتطوير التعليم الالكتروني وانتاج اللي هي الفيديوهات المتعلقه بالتعليم. وكمان هي متعلمه شاطره ومجتهده قوي قوي، يعني انا مش عارف اقول لها يعني معلومات، يعني مش لاقي كلام كتير يوفيها، بس يا ربنا يبارك فيك يا زينب ويوفقك لكل خير، ونتشرف بيك في ايمرج افريكا بالعربي، وان شاء الله يعني تكون ورشه جميله. اتفضلي زينب، المايك مع حضرتك. يعني مش عارفة أقول إيه بعد الانترودكشن دي، والله شكرا جدا يا دكتور محمد. يعني أنا مبسوطة جدا بإنه في عدد كبير كان interested يعني في الـ workshop دي. أتمنى إن أنتوا تطلعوا بمعلومة وتستفيدوا، ويمكن أنا هدفي الرئيسي، يعني أنا جاية كده وعندي hidden agenda إن الناس تطلع متحمسة، كمان تحس إن الموضوع مش صعب خالص، الموضوع ايزي، وان هم يبقوا متحمسين اوكي يلا هبتدي. لانه ساعات كتيره الناس بتبقى في الخطوه بتاعه البورتفوليو دي يحسوا ان هم overwhelmed كده، وان هم متلخبطين وفي حاجات كتيره. فانا جايه اقول كل الحاجات اللي هي اللي بالنسبه لنا عوائق دي هنشيلها، واتمنى ان الناس تحس باستفاده ويبتدوا بقى على طول ويدوسوا. مش عارفة حضرتك نبتدي دلوقتي ولا نستنى like 5 minutes يكون أكبر عدد جه، إيه رأيك؟ خلاص تمام، اوكي ممكن ننتظر 5 دقائق. بالنسبة للورشة ان شاء الله الورشة هتكون لمدة ساعة ونص زي ما احنا متفقين. بالنسبة لنظام الأسئلة، أي حد من الحضور الكرام عاوز يسأل أسئلة ممكن هنحطها في الشات على ما باشمهندس زينب بتقول، مثلا في وقت معين للإجابات هنفتحها وممكن نفتح المايك للحضور الكرام. دي نقطة نظامية وحضرتك كلكم عارفينها، وإن شاء الله يا رب تكون ورشة جميلة بوجود حضراتكم بوجود الباشمهندس زينب معانا في إيمرج أفريقيا بالعربي. في البداية قبل ما الناس تبدأ مثلا، أو قبل ما الناس يعني مثلا على 5 دقايق يعدوا، يا ريت كل الحضور الكرام يقول لنا مثلا الاسم، الدرجة العلمية، التخصص، البلد اللي هو جاي منها، بحيث إن إحنا نتعرف على بعض. يا ريت. تمام؟ تمام، بقيت الساعة 4:05 نبتدي. خلاص نبتدي، ويكون كل الحضور احنا معانا دلوقتي في البدايه في الشات. مثلا بسمه محمود، مصمم تعليمي من مصر. دكتوره أهلا نهى محسن، مدرس ادويه، سمو كليه صيدله جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. احمد القنا، ممرض في الاردن. اكرم زكي، منسق ماده الاحياء مصري ويعمل بالامارات. امجاد،
الشريف من السعودية، ماجستير تقنية التعليم ومصمم جرافيك. أحمد من الجزائر، ركتك. رجوة داود دي السعودية، دبلوم برمجة. تمام. يا ريت يا جماعة الحضور كلهم. دكتورة جهاد ماجستير إدارة أعمال وإدارة دراسات عليا في الإدارة المدرسية، وهي مستشار في تنمية مهنية وتدريب ومخصص في مجال التعليم وبتصمم دورات تدريبية. أنا هسيب لك المايك دلوقتي حالا، باشمهندس زينب، عشان ما بقاش واخد من وقتك. شكرا لا ليكي. خالص انا متشرفه بكل الحضور، يعني احنا واضح كده ان يعني في كذا حد من اكتر من دوله، فدي حاجه تشرفني جدا يعني، والناس خبرات مختلفه يعني في مجال الانستراكشنال ديزاين والاي ليرنينج، فبرضو يعني احب اتعلم منكم جدا، ويا ريت ان احنا طبعا كونكت مع بعض ان شاء الله. خلينا نبتدي بعنوان الورشه. هو عنوان الورشة ببساطة أنا حاولت على قد ما أقدر أن أنا أخلي الموضوع بسيط، يعني كان يهمني وهدفي أن الناس تحس أنه out of this workshop، أنه إيه ده، هو أنا ليه كنت فاكر أن الموضوع صعب قوي كده، هو الموضوع بسيط وسهل. حاولت أخليه في 4 simple steps نتكلم عليها، بس الأول أنا هعرفكم بنفسي. أنا learning experience designer وكمان certified trainer، كنت في مرحلة معينة بدي training زي اللي بعملها دي، فهي يعني لقطة التريننج كمان وحشاني قوي. أنا former trainer و certified من الجامعة الأمريكية. أنا كمان خدت السنة اللي فاتت certification بتاعة ATD اللي هي Associate Professional in Talent Development APTD. شغالة دلوقتي إيه؟ شغالة دلوقتي L&D senior instructional designer في تبع telecommunication global telecommunication company. ده بالنسبة لي. وطبعا اسمي زينب خليفة عشان برضو اللي مش عارفني. ده بالنسبة للintroduction. ايه هما بقى الـ 4 simple steps؟ قبل ما اتكلم على الـ 4 simple steps خليني اقول ايه اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده. اوكي، ده بورتفوليو بتاعي before وafter. خلاص، في الأول أنا كنت حاسة أنه لما هاجي apply في vacancies وفي positions ليه علاقة بالinstructional design والe-learning development، أنا لازم أبين أن أنا حد بيعرف يديزاين، صح؟ يعني دي غير أي شغلانة اللي هو لازم هخش الانترفيو وتسأل أسئلة وكده، بس ما أنا ممكن أعمل كويس في الانترفيو، بس برضو هم عايزين يشوفوا فيجوال، صح؟ اكيد الهايرنج مانجر، يعني انا حسيت ان ده كومن سنس. هقول لكم ان ليه الاعتقاد ده كان خاطئ يعني، بس خلينا فاست فورورد شويه. اول حاجه خليني اوريكم البيفور والافتر. تمام، تحسوا في ستايل كده اختلف وفي اشكال اختلفت، كمان البرودكت نفسه بتاع البورتفوليو بتاعي كان مختلف خالص. في الاول عملته على ويب سايت بريزي، يعني في الاخر عملت له داونلود وبقيت بابلاي بيه على هيئه PDF. خليني اعمل بس الشير سكرين كده للبي دي اف نفسها، ثانيه واحده. دكتور محمد، هم قادرين يشوفوا البي دي اف كده ولا لا؟ هو اصلا مش واضح البي دي اف دلوقتي، هتحتاج ان انت تقفلي الشير وتفتحي تاني عشان تشير الحته اللي انت بتتكلمي عنها. تمام، انا قاعده في اوضه كل شويه السنسور بتاع الكهرباء بيطفي النور، فانا هحتاج ان انا اوكي كده. هو البرزنتيشن قدامنا واضحه، البي دي اف واضحه. تمام، اوكي. طيب البي دي اف واضحه، ده البورتفوليو اللي انا عملته على بريزي، بحيث ان انا يعني somehow ابقى قادره ابين انا بعرف اعمل ايه وبشكل فيجوال. خلاص، فده كده كان شكله، بينت انا الخبرات بتاعتي المختلفه، شويه معلومات عن حاجات عملت لها ديزاين قبل كده، شويه كلام عن السكيلز بتاعتي، حته عن الاباوت، حاجه زي تايم لاين كده عن حياتي. يوتيوب فيديو كنت عملته حطيته، سوشيالز، ده ال before.
تمام. خليني أوريكو على طول الأفتر وأسألكو بقى سؤال. ثانية واحدة. تمام، ده كده احنا شفنا البيفور. الأفتر بقى اوكي، قادرين تشوفوا كده الويب سايت؟ كده تمام، الويب سايت واضح قدامي. تمام، ده كده البورتفوليو بتاعي الحالي. طبعا بابديت فيه كل فتره، بس ده شكله. يعني عامله هيدلاين learning experience design is a mix of art and science. ده الهيدر. حتى السوشيالز بتاعتي، الايميل ولينكدين بس. و ده كده ده الهوم بيج. بعد كده لو حد عايز يبص على البورتفوليو هيلاقي السامبلز موجودة بالشكل ده. ولو أي يعني سامبل عايز تخش تنتراكت معاها، بتخش على learn more. تمام، وتبتدي تشوف تفاصيل السامبل، وتقدر ان انت تتشيك ات اوت وتنتراكت معاها بالمنظر ده. عادي جدا، انا عاملة upload للcontent. يعني هنا هتلاقي في هنا solutions متكلمة على كل السيرفيسز اللي أنا interested إن أنا أشتغل فيها. البلوج لسه coming soon، بس يعني حاليا مش هتلاقوا حاجة. بس ده الأباوت. أوكي، هنا بتكلم على my superpowers و yeah. لينكات بقى، بحيث ان لو في customer interested يشتغل معايا يختار contact me ويتبعت لي انا notification. تمام، ده كده يعني in general ال two portfolios بتوعي before و after. تحس ان اتعمل له عملية ايه، تجميل مثلا ولا حاجة. طيب، سؤالي هنا ليكو، انتوا شايفين ايه الاختلاف ما بين الاتنين؟ هل هو اختلاف كبير ولا لأ؟ أو إيه أكتر حاجة يعني سمعت معاكوا لما شفتوا الفرق ما بين الاتنين؟ أحب أعرف. ممكن نفتح المايك لو في حد عاوز يتكلم يرفع إيده. لو في حد عاوز يرفع يجي يتفاعل مع المدرب يرفع إيده ونفتح المايك. لو في محمد ياسين بيقول إن هو التاني. أحمد بيقول كبير طبعاً. فرق كبير. احنا عاوزين يا احمد لو مثلا عندك اي اضافه تانيه ممكن نفتح لك المايك. اوكي، طب خليني اسال سؤال تاني. تفتكروا انا هو بورتفوليو جاب لي شغل؟ ده سؤال، حاسه انه ده سؤال في الجون كده. اوكي، في حد بيقول الاول. تمام، الثاني. هنعمل تصويت. في حد رفع ايده؟ يا ريت. اوكي، نفتح المايك اتفضل. حنين، السلام عليكم. عليكم السلام. انت رفع حضرتك في الاول. انا حنين كمال حماده. اهلا بيكي. انا من مصر، من العاشر من رمضان. اهلا بيكي فندم. بشتغل حاليا انجلش تيتشر وسوبرفايزر. اهلا بيكي. اهلا حنين. طيب، هو أنا لاحظت إنه أهلا بيكم كلكم يا رب. ثانية واحدة. أوكي. لاحظت إن التانية حضرتك حاطة مثلا ال problem بعدين ال solution بتاعتها، مش حاطة على طول ال project. فده بيوري طبعا الشخص ال client يعني مثلا إزاي ان انت قادره تفكري في المشكله وتلاقي لها حلول وكده، مش بس ان انت مثلا ديزاينر بتعرفي تعملي بروجكت شكلها حلو وخلاص. لا، انت عامله اناليسس كويس للمشكله وايه لقيت لها حلول، وبالتالي البروجكت بتاعك كان ايه حل المشكله اصلا.
حلو جدا. يس، دي حاجه من الحاجات اللي انا شايفه مهمه تتحط في البورتفوليو، ان انت في سينج بيقول يعني شو دونت تيل، يعني سهل قوي اي حد يقول اوكي انا انستركشنال ديزاينر جامد، صح؟ بس ان انت ممكن يبقى تشو جرافيك بقى. ديزاينر مش يعني ممكن يبقى شخص ليه في الجرافيكس بس مش عارف يفكر في يعني البروسيس بتاع الانستركشنال ديزاين من مثلا اناليسيس وديزاين وديفلوبمنت يعني لحل المشكله نفسها، مش مجرد ايه يعني مثلا حد بيعمل جرافيك شكلها حلو او الاخراج نفسه كويس، لا حد عارف يفكر في المشكله يعني. طبعا ده حاجه totally جدا agree. يعني تثبتيها في البورتفوليو بتاعك. شكرا ليكي جدا يا حنين، بالظبط انا متفقه معاكي. فهي الفكره انه ان انت تشو دونت تيل، انت على قد ما تقدر في الشغله بتاعه الانستركشنال ديزاينر او الاي ليرنينج ديفلوبر محتاج ان انت توري على ارض الواقع شغلك، بمعنى شغلك كديزاين كديزاين بروسيس بتاعتك عامله ازاي، بتفكر في البروبلم ازاي، يعني بتقترح حلول ليها عاملة ازاي. فكل ما قدرت تبين ده في البورتفوليو كل ما ده هيدي لك يعني points اكتر لما بتيجي تابلاي في opportunities. يعني نرجع تاني للسؤال المليون دولار النهاردة، انه بورتفوليو فيهم بورتفوليو جاب لي شغل؟ عايزين نعرف الإجابة على السؤال. أوكي طيب، هو أنا شايفة إن في كذا حد قال الاتنين معرفش أنتوا تقصدوا الاتنين ولا تقصدوا رقم 2. رقم 2، في ناس قصدها رقم رقم 2. 2. أوكي ماشي، اللي في صورتك وفي الاتنين أوكي مور بروفيشنال، الرقم 2 مور بروفيشنال، دكتورة ناس بتقول كده، وفي واحد تمام بيقول في شرح أكتر في 2. حلو قوي حلو قوي. طب خليني اجاوبكم على السؤال ده ونقطع الشك باليقين. تمام، الاثنين جابوا لي شغل. اوكي سو لما اي ابلايد بالبيفور ده يعني البورتفوليو نفسه شود برضو شويه سكيلز عندي، وشود ان انا في حاجات بعرف اعملها، وفي حاجات كمان في الهيستوري بتاعي عملتها قبل كده. والبورتفوليو الجديد برضو جاب لي شغل لانه طبعا في انتراكتيف اكتر، هو في دلائل اكتر كمان على قدرتي على المستوى الاي ليرنينج والانستركشنال ديزاين. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ يعني ده كده بدايه، واحنا قبل ما نتكلم في اي فور ستيبس ولا اي حاجه، ده معناه تفتكر اللي انا كنت فاكراه او الاعتقاد اللي عندي اللي هو ان اتس ا كومن سنس ان الواحد لما يجي ابلاي في فيكنسي ليها علاقه ب instructional design او e-learning developer انه اكيد لازم يكون عمل بورتفوليو، ان شاء الله يكون حتى PDF زي اللي انا كنت عاملاه بيفور، بس اكيد ده حاجه ميك سنس. الارض على ارض الواقع ده مش حاصل. ال instructional designers وال e-learning developers اللي عندهم بورتفوليو هم النسبه الاقل، ومعظم الناس بتابلاي في vacancies بال CV بتاعها او بالريزمي بتاعتها زيها زي أي شغلانة تانية من غير ما يبينوا دلائل أو يدوا evidence على الشغل بتاعهم، خلاص؟ فالناس اللي عندها portfolio سواء أياً كانت الشكل بتاعه المنتج النهائي هم النسبة الأقل، وهم دول النسبة اللي بيبقى حظهم في الفرص أكتر، لأن طول ما أنت بتقدم هو البورتفوليو ده كل هدفه هو نفسه كحاجة، هو مش هدف لكن هو بالنسبة لك هيبقى خطوة لقدام ان انت تبين قدراتك، هيبقى دلائل كانك بتدي دليل للهايرينج مانجر ان انا بعرف اشتغل، ان انا بعرف اعمل instructional design وlearning experiences قوية. تمام، يعني انا حابة نطلع من البارت ده ان احنا انا لازم اعمل portfolio، يعني ده حاجة أساسية علشان ده اللي هيدفرنشيت مي عن كل الناس اللي بتأبلاي without even a portfolio. إن شاء الله أعمل portfolio بسيط، إن شاء الله أعمل PDF زي اللي زينب كانت عاملاها دي، مفيش مشكلة. عايزة go for an online website برضو that's awesome، بس في كل الأحوال ما تبقاش حد شغال في visual design و creating experiences
وتتكلم عنها without showing. تمام؟ حابة أعرف لو حد عنده أي comment في الحتة دي قبل ما نبتدي؟ لو في حد من الحضور الكرام عنده أي comment يرفع إيده ونفتح له المايك. يا ريت. أي أظن إن مفيش أي comment دلوقتي، ممكن أنتقل للمرحلة اللي بعدها. Sure. طيب okay. إيه هما بقى الفور ستيبس اللي أنا مجمعيهم؟ هما دول ببساطة جدا بتكلم على أبتدي إزاي. أنا دلوقتي حد ما عنديش بورتفوليو خالص وعايز أعمل my own portfolio my own website. تمام؟ طيب أول حاجة أنا هما دول الفور ستيبس، هتكلم على كل واحدة بالتفصيل، بس مبدئيا خليني هافر أوفر كل واحدة ببساطة جدا. مود بورد يورسيلف، ده ستيب 1. ستيب 2 انك تتشيك لوتس اوف بورتفوليوز، تتشيك بورتفوليوز كتير. ستيب 3 انك تبتدي ببساطه، ستارت سمبل. تمام؟ لانك تقدر على طول في اي وقت ان انت تتعقد الموضوع وتخلي تعمل حاجه مور كومبليكيتد ومور اوسم ومور بيرفكت، دي حاجه تقدر تعملها بعدين، بس ما توقفش نفسك عليها. رابع حاجة هي الهوستنج، هتكلم شوية على حاجات تكنيكال ازاي تقدر تعملها وبرضو ببساطة. تمام؟ فيش اي معلومات معقدة تتقال النهاردة. اوكي؟ طيب اول حاجة مود بورد يورسيلف. ممكن لو حد عمل مود بورد قبل كده يرفع ايده، يرفع ايده ويقول لنا حد كرييتد قبل كده مود بورد. دي اكيد غير الستوري بورد. اوكي؟ وإلى الآن مفيش حد من الحضور رفع ايده. طب خلينا نتفق ان احنا نخلي الموضوع انتراكتيف، ايه رايكم؟ يا ريت، انا موافق. يا ريت. اوكي، لو في حد من الحضور الكرام يا جماعه عاوز يتكلم يرفع بس ايده ونفتح المايك له. تمام. طيب مع حضرتك. اوكي اوكي. طيب عامة بالنسبة للمود بورد، المود بورد دي حاجة بيعتمد عليها أي ديزاينر، especially الديزاينرز اللي بيعملوا ديزاينز للويب سايتس، للأبليكيشنز، اليوزر انترفيس بتاع الويب سايتس بتاعت الأبليكيشنز، بتعتمد على إنه في الأول بيخلق حاجة اسمها مود بورد. يعني إيه مود بورد؟ يعني حاجة كده لما أسمع اسم الأبليكيشن دي أو اسم الويب سايت ده، عايز يحصل لينك في دماغ اليوزر ما بين الويب سايت والخدمة اللي بيقدمها، والإحساس اللي بتحسه لما بتسمع اسم البراند نفسها. هضرب مثال، زي مثلا شركة أبل. لما أنا قلت أبل أكيد كلنا تخيلنا اللوجو بتاع التفاحة المقطومة. أوكي؟ وتخيلنا كمان البرودكتس على طول جت في دماغنا، الايفون، ايباد، اوكي، ايبود، ماك بوك. تمام؟ جه في دماغنا كمان احساس ان اوكي دي براند لوكجيريوس، براند اغلى من الكومبيتيتورز. جه في دماغنا برضو انه اوكي ريلايبل، سكيور. ممكن تكون كل دي حاجات ريليتد ب ماك بوك في دماغنا. طب جه في دماغنا كمان كولرز معينه، جه في دماغنا اللوجو بتاع الشركه، جه في دماغنا الانترفيس الفيري مودرن بتاع الويب سايت بتاعهم مثلا. اوكي، ممكن تكون كل دي حاجات جت في دماغنا. فالمود بورد هو اللي بناء عليه بيتحط كل التصميمات دي. فانت مود بورد يور سيلف اقصد بيها ايه؟ خليني أدي أمثلة الأول على مود بوردز وأقول لكم أقصد بيها إيه in terms of إن دي أول ستيب عايزين نعملها علشان نبتدي نعمل الديزاين. ده شكل مود بورد. حد يقدر يقول لي المود بورد دي إز يعني فيها إيه؟ إيه الكونتنت بتاعها؟ أنتوا شايفين إيه في المود بورد دي؟ ممكن نكتب في الشات، يعني لو مش حابين تشاركوا فويس ممكن نكتب في الشات عادي. انا في حد كاتب تايتل؟ اوكي، تايتل. تمام.
صور ألوان. صور وألوان، صح. يا ريت الكل يشارك. علي ممكن انت فتحت المايك. سوشيال نتورك، سوشيالز، تمام. في كالرز مختلفة، كالرز هنا هتلاقي الكالر باليت اللي الشخص ده اختارها، تمام. الصور اللي ادت له انسبيريشن، يس. وفي باركود. باركود مش شايف ده يا فين. فين الباركود؟ ممكن يكون اللي هو ممكن الديزاين. يكون فاكر ده باركود، ده مش ده، لا باركود. لا، دي باترنز مديه انسبيريشن كده للديزاينر، تمام. في لوجو شكل هو عجبه، عمله في الخلفيه بتاعت التايتل هنا، اوكي، ده لوجو. في كمان كاليجرافي، هتلاقي فيه خطوط كده واشكال كاليجرافي بتاعت الديزاين نفسه بتاعت الويب سايت، تمام. هديلكم مثالتين. سوشيال ميديا، يس. طيب ده مثال تاني عباره عن برضو صور، كلمات، في color palette بسيطة، في patterns، في صور معينة photography، في هنا إحساس معين feeling جالك أول ما شفت المود بورد دي، صح؟ سوري، المود بورد الأولانية دي في إحساس معين جالك لما شفتها. هل الإحساس ده مختلف في المود بورد التانية؟ يعني حد يكلمني على الفيلينج شوية. انا بالنسبه لي انا حاسس ان في فرق، حاسس ان الاولاني بيتكلم مثلا عن الكالرز والورود والحاجات دي كلها، التاني بيتكلم عن الدفعيه وحاجات معينه خاصه زي مثلا تكون حالات حاجه ناشر اكتف شويه عن التاني، حاجه اكتف، ممكن يكون بيتكلم عن الفوتوغرافي. انا حسيت ان الكاميرا واللينز والزوم بتاعت والسفر ممكن يكون بيتكلم على الحاجات دي، تحس ان هو اكتيف قوي، تمام. في حين ان هنا الاحساس اللي جاي لي ان هو يعني حاجه هاديه، حاجه إليجنت، حاجه سيمبل، حياه هاديه مش حياه اكتيف. فهو دي كلها احاسيس الكالرز هنا بتلعب لعبتها في الموضوع ده. مثالين كمان عن الستوري المود بورد، سوري المود بورد ده مثال تاني، في شوية colors، في calligraphy، في patterns معينة برضو. ودي آخر مثال أنا حطاه هنا، شوية صور برضو، شوية calligraphy، colors، color palette هو مستخدمها في الديزاين بتاعه. أنا محتاجك أو محتاجاكي إن أنتوا لما تفكروا تعملوا your own website، تفكروا ازاي الويب سايت بتاعك ده ما يبقاش شبه الناس التانية، تمام. يعني هي اصلا فكرة اصلا انك تعمل ويب سايت او بورتفوليو انك تبقى يونيك، صح، ان انت تميز نفسك وسط الناس اللي بتابلاي فور ا فيكنسي، صح. طيب يبقى doesn't make sense ان كلنا نبقى عاملين نفس درجة الازرقات اللي فات في كل حتة، اللي هي درجة الازرق بتاعت لينكدين دي، اوكي. بقيت احس ان كل البورتفوليوز فيها اللون ده، في حين ان مش شرط، بالعكس اختلافنا عن بعض هو ده اللي هيميزنا. فاحنا لو كلنا قلدنا نفس البورتفوليو هنبقى في الاخر بنعمل تكرار لنفس الحاجه، فمش هنبقى مبينين الديزاين بيتقال عليها الديزاين استيريك او الديزاين ستايل بتاعنا، تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، في إحساس معين أنت عايز توصله للكلاين بتاعك من الويب سايت، من البورتفوليو، تمام؟ والله لو أنت حد بتحب الكرياتيفيتي والديناميكس وكده، ده إحساس ممكن التو كولرز دول أو التو مود بوردز دول سوري يوصلوه، لكن التو مود بوردز دول ممكن يكونوا بيوصلوا إحساس تاني، إحساس مثلاً شياكة، إحساس أن أنت الديزاينز بتاعتك مش زحمة، هي دايما سيمبل بس اللي هي السهل الممتنع، اوكي. ممكن تكون دي اصلا يعني نقاط قوة عندك في الديزاين بتاعك، فازاي تقدر تبينها من الاول بقى؟ انت هتحتاج تعمل مود بورد عن نفسك، تمام. يعني انا كزينب
في الاول كده عملت مود بورد عن زينب. هي زينب بتحب ايه؟ الصور اللي هي بتحبها مثلا، ايه الاشكال اللي بحبها، ايه الخطوط اللي بتعجبني، ايه الخطوط اللي بتعبر عني، هل في مثلا كلمه معينه انا بحب اقولها، يعني كلمه معينه ليها علاقه بالانستراكشنال ديزاين الناس بتفتكرني بيها. تمام، فاكرين الجمله اللي انا كاتباها في الهوم بيج بتاعتي اللي هي learning experience design is a mix of art and science؟ الجمله دي قبل ما انا احطها في البورتفوليو بتاعي او قبل ما افكر ان انا اعمل بورتفوليو انا كنت بقولها على طول. كنت بحس ان اصلا دي الحاجه اللي شداني للearning experience design، ان هو it's not just art and it's not just science. وانا اصلا يعني graduate من علوم قسم biophysics، انا حد بحب الساينس جدا وفي نفس الوقت بحب الكولرز قوي وفاشونيستا في نفسي جدا. فكنت دايما بدور على هو ايه المجال اللي فيه الاثنين مع بعض، ايه المجال اللي بيبقى فيه ساينس وارت الاثنين في نفس الوقت. فحسيت ان انا learning experience design حسيت ان هو ده اللي بيجاوب على السؤال بتاعي اللي هو mix of art and science. ودي كانت حاجة أنا دايما بقولها حتى قبل ما أعمل الديزاين، فدي ممكن حاجة تفكر فيها وانت بتعمل البورتفوليو بتاعك. فاحنا دلوقتي عندنا المود بورد دي، انت عايز تجمع لها، اولا عايز تكريت مود بورد دي في حتة. اوكي، ممكن تستخدم باوربوينت، ممكن تستخدم اي تول، ممكن تكريت عايز تحط فيها صور بتinspire you بتعبر عنك، عايز تحط فيها كاليجرافي برضو بتعبر عنك. اهم حاجة دايما هقول بتعبر عنك عشان it has to be your own design. تمام، ممكن يبقى فيها الوان color palette لايقة على بعض، والcolors في حاجة اسمها color psychology، يعني look it up ودك ديب فيها، ان الالوان نفسها بتدي احاسيس معينة. اللون الاحمر بيدي احساس الداينامكس، اللون الازرق بيدي احساس الreliability، اللون البيربل بيدي احساس اللوكجري، احساس الفخامه. تمام، فحاول تبص كده على الكالر سايكولوجي يعني ورا الالوان اللي انت بتحبها وتشوف هتختار منها ايه. ومحتاجين برضو ان احنا ندور على تايبوجرافي، يعني ايه الخط، ايه الخطوط اللي انت عايز تستخدمها في الديزاين بتاعك، في البورتفوليو بتاعك. فانا هديلكوا تول كده في كل حاجه ونبص عليها سوا. تمام ماشي. أول حاجة لما أجي أكريت المود بورد بتاعتي، ممكن أكريت المود بورد دي على أبليكيشن أو ويب سايت اسمه milanote.com. ده ويب سايت لطيف جدا، سهل في الاستخدام، فري، أنت تقدر تستخدمه وتحط عليه بقى كل الحاجات دي وتحطها جنب بعض عشان تشوف الفيلينج اللي أنت حاسه وتكريت حاجة شبه الحاجات دي. تمام، milanote. أوكي، خليني أحاول أفتحه. أوكي، تمام، أوكي، شايفين كده؟ خليني أدخل عليه. ماشي، دي ده كده بورتفوليو مود بورد كده عملتها قبل ما السيشن تبتدي. يعني حطيت فيها الصور دي، وتقدر تحط كمان كولرز، عملت خطوط كده بالالوان معينه، قلت يمكن الالوان دي تعجبني. يعني هو بالظبط المود بورد كده كانك بتعمل كولاج من كل الحاجات اللي انت بتحبها او بتشدك، بحيث ان هي دي اللي هتانسباير الديزاين بتاعك في الاخر. تمام، اهم حاجه مود بورد يور سيلف، انت مش حد تاني، ده اول حاجه هنبتدي بيها. حد عنده اي سؤال في المود بورد؟ تمام، طيب coolers.co ده ويب سايت لطيف جدا، بحيث لو حد عنده مثلا تشالنج في حته ان هو يوفق الالوان مع بعض، هو الويب سايت ده بيعمل كده، هو بيكرييت وبيجنريت كولر باليتس. خليني كده اوريكم ازاي. تمام، ده كده كولرز، وتقدر تختار ستارت الجنريتر وتقدر تجنريت باليتس زي ما انت عايز.
اوكي في اوبشنز كتيره جدا جوه ال جوه الابلكيشن دي تقدر ان انت تكسبلور ات توجذر. بيطلع لك كولرز، انا ممكن اغير الكولر ده، ممكن اختار درجه جوه الكولر، ممكن هو يغير لي خالص الشكل بتاعه، ممكن ان انا احاول ان انا ارتبهم بشكل مختلف زي ما انا عايزه، ممكن اغير الكولر باليت خالص واختار كولر باليت تانية، ممكن احط كولر هنا، احط الهيكس كود بتاع الكولر ويجنريت باليت تانية غير دي. كل دي اوبشنز جوه الكولرز.co، وده مهم قوي بحيث ان انت تبقى حاطط الوان متناسقه مع بعض جوه الويب سايت بتاعك. تمام كده احنا جبنا عرفنا تول نستخدمها عشان نعمل ميلا نوت اللي هي المود بورد، عرفنا ازاي هنختار color palettes او نجنريت color palettes لايقه على بعض. طيب عرفنا كمان color psychology، ان احنا ندور اكتر على color psychology وايه المعاني اللي عايزه اوصلها من colors اللي انا بتشدني. طيب Pinterest هيبقى حلو قوي ان انت تاخد منه inspiration صور. طبعا Pinterest كلنا عارفينه كسوشيال ميديا، فتقدر ان انت تستخدمه في موضوع الصور ده. صور عامه تقدر تجيت فروم اني وير، اهم حاجه تكون حاجات بتعبر عنك. ميلا نوت باي ذا واي في صور اصلا تقدر ان انت تكستراكتد من ميلا نوت من جواها. ممكن تكون انت بتحب حاجات معينه، مثلا باسكتبول، بتحب ممكن يعني تستخدم لو انت مثلا بتحب الباسكتبول ممكن تستخدم الباترن اللي بيبقى على الكرة بتاعت الباسكت، أوكي؟ ويبقى ده مثلاً باترن أساسي في البراند بتاعتك أو في الشكل بتاع الويب سايت أو في الباك جراوند بتاعت الويب سايت أياً كان. يعني مش لازم أنا عشان بحب الباسكت بول أعمله بقى سبورتس ويب سايت، في الأول في الآخر هو ده اي دي بورتفوليو، بورتفوليو عشان انستركشن ديزاين. تمام؟ طيب تايبوغرافي، أنا لو عايز أختار خطوط أو أجيت انسبايرد بخطوط معينة ممكن اخش على ويب سايت زي دريبل، زي بي هانس، ادور على جوجل سايتس، جوجل فونتس، واشوف الخطوط اللي بتعبر عني. لو انا مش فاهم قوي في الارتستيك فونتس، لو دخلت على دريبل هلاقي اشكال مختلفه واشوف ايه الشكل اللي بيشدني واحاول ان انا اختار الفونت ده للويب سايت بتاعي. تمام، ده كده بالنسبة لي mood board yourself. فأنا هطلع في الآخر بالخطوة دي، هطلع ب mood board بتعبر عني، فيها الألوان اللي أنا عايز استخدمها، فيها الصور اللي بتعبر عني، وفيها أشكال و patterns و fonts أو typography اللي أنا حابب أستخدمها. ده كده أول خطوة. حد عنده أي سؤال فيها؟ هو لو في حد من الحضور الكرام عنده سؤال، هو في بعض الناس أضافت الكانفا وفي إلستريشن وفي بعض الناس أضافت بعض المواقع. أكيد طبعا المواقع كتير، يعني في مجالنا في مواقع كتير قوي قوي إن أنت ممكن تضيف منها ألوان وتضيف منها صور وحاجات زي كده. في حد من الحضور حابب إن هو يضيف أي تعليق أو كومنت؟ انا اظن ان مفيش حد. ممكن انتقل للجزء الثاني بعدها. تمام، طبعا ممكن نستخدم كانفا، نستخدم اي سورس اوف illustrations ممكن يبقى بيدينا inspiration، ممكن ابقى عايز ادخلها في الويب سايت بتاعي. اهم حاجه ان احنا في اللحظه بتاعه المود بورد دي احنا مش بنفكر في في الاند برودكت قوي، على قد ما بنجمع بنعمل زي برين ستورمينج كده على ايه الحاجات اللي بتعبر عني وعن شخصيتي وعن طريقه الديزاين بتاعتي وعن الستايل بتاعي في الديزاين. تمام، طيب تاني خطوه، بما ان احنا مثلا انا بفترض يعني انستركشنال ديزاينرز، اي ليرنينج ديفلوبرز، فاحنا مش متخصصين في صناعه الويب سايت، الويب ديفلوبمنت يعني او الفرونت اند، فاقدر ان انا منين اعرف هو شكل الويب سايت بيبقى عامل ازاي؟ ايه الويب سايتس، ايه اللي هي الحاجات اللي المفروض احطها فيه اصلا، ايه هي التابس اللي المفروض احطها وكده. طيب انت مش محتاج تبقى ويب ديفلوبر يعني علشان تعرف حاجه زي كده.
فانت الخطوه الثانيه دي هي اللي هتساعدك. يبقى تاني خطوه هعملها هي ان انا اتشيك lots of portfolios. طيب check lots of portfolios دي كتاني خطوه بتكلم على lots كتير كتير كتير. غذي عينيك، اعمل تغذيه بصريه لعينك وانت بتعمل الديزاين بتاعك، انك تبص على ديزاينز لبورتفوليوز كتير جدا. انا اعتقد ان انا قبل ما اعمل الديزاين بتاعي اتفرجت على حوالي اكتر من 50 بورتفوليو، اوكي، وكان البورتفوليوز دول مش كلهم انستراكشنال ديزاينرز، يعني في منهم كان انستراكشنال ديزاينرز، في منهم مش انستراكشنال ديزاينرز، في منهم عرب، في منهم اجانب، في منهم بيتكلموا لغه انا ما اعرفهاش اصلا، في منهم شركات، يعني بورتفوليو شركه مش شرط بورتفوليو بتاع شخص. فعملت تغذية بصرية كويس قوي ليا بحيث ان انا ابقى فاهمة كويس هو شكل البورتفوليو عامة، في حاجات اساسية كلهم بيحطوها مثلا او كده، ويبقى عندي فكرة. تاني حاجة ان انت تتيك نوتس. اوكي، ممكن تبقى اتفرجت على مثلا 30-40 بورتفوليو، طيب وانت بتتفرج عليهم، والله الحتة دي عجبتني، عجبني والله ان الهوم بيج مش بتسكرول، مش طويله، هي بس جاست ان هي بتعمل الاتنشن جرابينج وبعد كده اليوزر يقدر يخش على التابس الثانيه. دي مثلا دي حاجه عجبتني فعملت لها ابلاي في البورتفوليو بتاعي. ممكن انت يعجبك حاجه تانية، في حاجات هتعجبك في البورتفوليوز اللي هتتفرج عليها، وفي حاجات هتحس انك لا مش عجباني قوي، لا مش ستايلي، مش أنا، مش شخصيتي، مش هحطها. فتاخد بالك من الحاجات دي، تيك نوتس وانت بتتفرج. الخطوة اللي بعد كده انك out of كل اللي بتتفرج عليهم دول هتختار 3 to 5 portfolios maximum، علشان لما هتبتدي تشتغل على الديزاين بتاعك انت مش عايز تبقى متشتت وسط portfolios كتيرة قوي. كده كده كل اللي انت اتفرجت عليه انت خدت نوتس بالحاجات المهمة اللي عجبك والحاجات اللي انت مش عجبك، تمام؟ تاني الخطوة الأخيرة ان انت تحدد اكتر 3 عجبينك، اوكي؟ اكتر 3 او اكتر 5 ماكسيمم دول عجبينك، ودول اللي هيبقوا دايما مفتوحين جنبك في تابس جنب التاب اللي انت هتبقى شغال فيها وانت بتعمل الديزاين بتاعك، تمام؟ فدول على طول انا فتحهم، يعني مثلا فتحة 4 تابس، تاب اللي هي الديزاين انا بعمله عليها، و 3 تابس بتاعت اكتر 3 بورتفوليوز عجبني، وهم دول اللي بقيت وانا بعمل ديزاين اقعد ابص على كل، على مثلا بعمل الهوم بيج ابص كل واحد فيهم عامل الهوم بيج بتاعته ازاي، بعمل الكونتاكت بيج ابص على الكونتاكت بيج بتاعت كل واحد فيهم عامل ازاي، لانه في الاخر هم دول عجبوني لسبب، they clicked with me for a reason، تمام؟ ده كده تاني خطوة. ده كده checking lots of portfolios. أنا هوريكم البورتفوليوز اللي عجبتني واللي أنا كنت inspired بيها. ده portfolio الهوم بيج بتاعت كاث إليس. كل دول اللي أنا هتكلم عليهم دول instructional designers، تمام، و e-learning developers. هتلاقوا إن في similarities ما بين الهوم بيج بتاعتهم وما بين بتاعتي، فهي علشان inspired by them. أماندا أليكس دي طبعا البورتفوليو. تاني واحد ده بتاع تيم سليد، ده بتاع أماندا أليكس دي، دي انستركشنال ديزاينر في أستراليا. بيلا جيتان ده البورتفوليو بتاعها. ديفلين بيك ده البورتفوليو بتاعه عجبني، فدول يعتبروا كانوا توب 5 بالنسبة لي، تمام، وكل واحد فيهم عجبني فيه، يعني مش شرط يكون كل البورتفوليو عجبني، في حاجات معينة هي اللي عجبتني قوي، أوكي؟ يعني أنا فاكرة أن أنا عجبني قوي في بتاع بيلا أن هو بيعبر قوي عنها، هي مش شبه حد، هي عاملة الستايل بتاعها وشكلها وكل حاجة. البورتفوليو مش ستراكشرد قوي زي معظم البورتفوليوز اللي الواحد بيشوفها، لا هي عاملاه كأن ارتست اللي عامل البورتفوليو، فدي حاجه عجبتني وانا قلت لنفسي اوكي انا برضو عايزه اعمل ده،
تمام، عايزه اعمل بورتفوليو بيعبر عني قوي بغض النظر عن الطريقه الاستراكشرد اللي هي المعتاده بتاعه البورتفوليوز. تمام، ده كده مثال ل تشيك لوتس اوف بورتفوليوز. حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ اي سؤال، اي تعليق؟ لو في حد عنده تعليق يا جماعه. طب في حد بدأ يعمل بورتفوليو قبل كده وقف في موقف او ما عرفش يكمل؟ ده سؤال حلو جدا. ثانك يو. نفتح الكلام بحيث ان احنا نتكلم مع بعض. اوكي. لا هو كله النهارده في يا جماعه. تسلم يا زينب. نتعرف على حضرتك الاول. نهله. نهله ايه بقى؟ نهله خالد. تخصص؟ بشتغل ايه؟ اي فاندوم؟ انستراكشنال ديزاينر في المنتور. في المنتور. اوكي تمام. اهلا. زي كده زينب. لا بقولك تسلمي جدا. لا يعني الى الان مستفيده منك جدا. ثانك يو سو ماتش. لا جميل. شكرا. في حد من الحضور الكرام عنده اي تعليق او عنده استفسار عن اللي فات؟ طب عنده اي توجس، اي حاجه مش قادر يفهمها؟ طب هسأل سؤال والناس ترد عليا في الشات. اوكي مبدئيا أوكي. لحد دلوقتي كل حاجه سهله وبسيطه، سمبل، حاسين الموضوع سهل؟ انا عندي سؤال، ان يعني دي قبلت ان مثلا ممكن يعجبني حاجه بورتفوليو حتى وقعد بقى افكر طب انا هعملها عندي ازاي، ممكن يكون هو استخدم طول مش دي اللي انا هستخدمها. مثلا انا بفكر لو هستخدم مثلا هستخدم جوجل سايت، فممكن ما تكونش كل الاوبشن موجوده فيها، ممكن تبقى عجبتني حاجه حلوه جدا في البورتفوليو حتى بس انا مش عارفه ابلاي ده على البورتفوليو بتاعي، فحاجه زي كده اغير ولا ممكن يعني اعمل هي ايه؟ دي بقى الخطوه اللي جايه اللي هنتكلم عليها يا نهله. تمام، اللي هي خطوه نمبر 3 اللي هي ستارت سمبل. فاستني وهجاوب على السؤال ده، وبرضو بعد ما اخلصها قولي لي كده جاوبتك ولا لا. اوكي حلو قوي. تمام. اغلب الحضور بيقول لك ان هو ايزي كويس. ثانكس. حلو جدا. واضح جميل. حلو جدا. سامبل. تمام. اي ثينك ان هو كله يعني اول ذا تيم كويس يعني. حلو قوي. طب خلاص ده كده انا مطمنه. في حد دخل دلوقتي بيقول انا حاسس ان انا فاهم كل يعني كل اللي الناس فاهمه. حلو جدا. طيب تمام، نخش بقى على الخطوه النمبر 3. كده انا واصله لحد فين؟ انا كده عملت مود بورد واتفرجت على بورتفوليوز كتيره جدا وخلاص حددت 3 بورتفوليوز عجبني قوي، هم دول هبقى فاتحهم في التابس التانية اللي انا شغال بيها. وهبتدي هقول بقى ايه، يلا هنبتدي start simple. ودي اهم خطوه، ان ازاي ان انا ابتدي ببساطه من غير معقد الامور. مشكله الناس وهي بتعمل البورتفوليوز او لما بتيجي تعمل بورتفوليوز بيبقوا عندهم معتقدات خاطئه. انا جايه ان انا انسف المعتقدات دي. تمام، فتفتكروا السلايد دي انا هتكلم على ايه؟ يعني انا بقول ان انت علشان تستارت سيمبل او عشان تبتدي ببساطه انت مش محتاج تبقى عارف. You don't have to know ايه. مين هنا كان فاكر ان لازم علشان اعرف اعمل بورتفوليو لازم ابقى عارف كودينج HTML5 او CSS؟ مين كان فاكر ده؟ ده السكرت اللي احنا سايبينه في الاخر، احنا ما قلناش عليه اللي هو ايه، ان هو احنا كنا سايبين يعني يا جماعه مين اللي فاكر ان في كورس هيتكلم عن CSS او WordPress او الحاجات دي كلها النهارده. يس تمام. انا عامه هنخليهم يجاوبوا السؤال ده دلوقتي. اوكي في حد بيقول ماشي. اوكي حياه تمام. في حد بيقول عمار بيقول يمكن العمل حتى نو كود يعني مفيش. حلو جدا حلو جدا، وده اللي احنا هنعمله. ده اللي احنا هنعمله بالظبط. طيب انت مش محتاج تبقى عارف كودينج. طيب مين فاكر ان هو علشان اعرف ابني ويب سايت محتاج يكون عندي خبرة في الـ UX design، user experience design أو الـ user interface design؟ ده سؤال مهم جدا. في ناس كاتبين حنان بتقولي يلزمنا نكون عارفين كيف نحصل على الصور،
واضحه ويلزمنا ان احنا نعرف تنسيق الالوان والخطوط. حلو جدا. احنا تنسيق الالوان والخطوط دي يعني الالوان عامه كولرز ممكن يساعدنا جدا. تنسيق الخطوط دي محتاجه ان انا لا عيني تاخد على خطوط كتيره وابتدي ان انا اخد راي ناس حواليا عشان احدد الخط اللي انا هستقر عليه في الويب سايت بتاعي. اوكي، وممكن برضو بعد كده اغيره لو انا عايز. بالنسبه للخطوط برضو يعني فكره ان انت تخشي على دريبل وتبصي على خطوط كتير وتشوفي ايه الخط اللي هو شكله بيربريزنت يور براند، دي مهمه. برضو لما نتفرج على بورتفوليوز كتيره قوي هنبتدي ان احنا نحصل على المعلومه دي، ان هو نعرف الخطوط المختلفه اللي بيستخدموها. اوكي، وفي اعتقد في اكستنشنز ابلكيشن اكستنشن بتاع زي الاي دروبر كده بتعدي على اي خط في اي ويب سايت يقول لك ده نوعه ايه، الخط ده اسم الفونت ايه، فده برضو اكستنشن هبقى ادور عليه كده وببقى يعني احاول اقول للاستاذ محمد ازاي نقدر نشير المعلومه دي مع الناس ونشوف الطريقه دي. ايوه تحت امرك. اوكي، لو حد برضو عارف المعلومه بتاعت ايه هي اسم الاكستنشن اللي بتعمل ده يا ريت يكتب في الشات والناس تستفيد برضو. تمام، اظن عارفه ويب سايتس لكن مش عارفه اكستنشن ويب سايتس اللي هو واتساب او فايند ماي فونت. حلو قوي، حلو قوي. طب رايت داون لو تحطي اللينكس كمان يا نهله يبقى حلو جدا. ثانك يو سو ماتش. طيب انا مش محتاجه ابقى عارف يو اكس ويو اي ديزاين لان انا هتفرج على بورتفوليوز كتيره جدا وهحاول ان انا اجيت انسبايرد باي التوب بورتفوليوز اللي عجبوني. تمام، ايه كمان؟ انا مش محتاجه ابقى عارف ووردبريس او ابقى عارف تول معينه علشان اقدر استخدم او اعمل ماي اون بورتفوليو، دي حاجه مش لازم خالص. تمام، كل الحاجات، انا اسف، ده لينك بيحكي 13 تول لان انت تعرفي بالمخطط اوتوماتيك اكستنشن متركب على الكود. حلو قوي، حلو جدا، ثانك يو جدا يا جماعه على الشيرنج ده. بالنسبه للحاجات برضو اللي انت مش محتاج تبقى عارفها هي الكوبي رايتنج، يعني فكره ان انا اكتب ازاي الحته دي في الويب سايت بتاعي بحيث ان الناس تحس ان هي عايزه تتكلم معايا او تكليك علشان تابلاي او تبعت لي ريكوست فريلانسنج او الحاجات دي. يعني الكوبي رايتنج دي سكيل، في ناس بتشتغل شغلتها بس كوبي رايتر، فانا ما عنديش المعلومه بتاعت الكوبي رايتنج سكيلز دي، هتعلمها ازاي؟ مش لازم ابقى عارفها خالص عشان اعمل ماي اون بورتفوليو، انا عادي جدا هجيت برضو انسبايرد باي البورتفوليوز اللي عجبتني وازاي هم بيكتبوا كونتاكت اس مثلا، ازاي بيكتبوا ان هو تشيك ماي سامبل مثلا او نو مور، ازاي بيبصوا على الحاجات دي او ازاي بيربريزنتوا ذيم سيلفز بطريقه سهله وبسيطه في البورتفوليوز بتاعتهم. فانا كل الحاجات دي انا جاي اقول لك انت مش لازم تبقى عارفها ومش لازم تبقى عندك خبره فيها ومش لازم خالص تكون عملتها قبل كده. اهم حاجه ان انت هتمشي في الخطوات بتاعه الفور ستيبس بالطريقه اللي انا قلت عليها وهتقدر ان انت تتخطى الحاجات اللي انت مش عارفها. تمام، طيب استارت سيمبل يعني ايه؟ طب ايه اكتر حاجه سيمبل ممكن استارت بيها؟ زي ما نهله قالت جوجل سايتس. جوجل سايتس هو ويب سايت فري او برودكت فري لشركه جوجل، تقدر على sites.google.com تكرييت يور اون ويب سايت. تمام، بعتذر جدا عشان بس لما السنسور بيروح انا لازم انوره تاني. اوكي طيب okay. بنبتدي بسايتس google.com. تمام، جوجل سايتس اهم حاجه فيه ان هو فري، فانا لو كنت في الاول حاسس ان انا عندي مشكله ان انا مش عايز ادفع فلوس مثلا في جودادي او في ويكس او في اي authoring ويب سايت تول، تمام، يبقى بالنسبه لي جوجل سايتس ده حاجه مش مكلفه خالص وحاجه اقدر ابتدي بيها. فاحنا جايين النهارده نقول انت ممكن تعمل ويب سايت فور فري. تمام،
طبعا جوجل سايتس بيبقى هو sites.google.com هيبقى سلاش الاسم اللي انت هتختاره، فهيبقى باين برضو ان هو ايه جوجل سايت. هقول لك بعد كده في الخطوه اللي جايه لو انت عايز تعمل ده تغيره وتعمل ويب سايت زي بتاعي zainab.zainabalexd.com تعمله ازاي. تمام. طيب جوجل سايتس لما هتيجي تشتغل عليه، نعلى قالت يعني ممكن حاجه تبقى عجبتني بس انا لما يجي اعملها على جوجل سايتس هو فري تول، بس هو كمان فيري يعني مش فليكسبل. لو انا عايز اعمل شكل معين، لو عايز اعمل يعني بوتن بطول معين بشكل معين، انت هتلاقي نفسك محكوم قوي في جوجل سايتس. طبعا لو انت ما استخدمتش جوجل سايتس قبل كده، عادي جدا في توتوريالز وفيديوز كتيرة على اليوتيوب تقدر ان انت تتعلم منها اللي هي ازاي تعمل حاجة عليه. اوكي. طيب انا اقدر اخليه ازاي الموضوع يعني يبقى شكله احلى؟ بما ان الجوجل سايتس محكوم قوي ومش فليكسبل، فانا كده مش هعرف اطلع حاجة حلوة شبه اللي في دماغي. اوكي. طب هعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجة شبه اللي انا عملتها. يعني by the way انا my website يا جماعة انا عاملاها على جوجل سايتس، فانا مش دافع حاجة خالص والموضوع لطيف جدا. طيب ممكن استخدم حاجة زي كانفا. الناس اللي ذكرت كانفا او اي graphic design tool، لو انا بستخدم مثلا Adobe Illustrator ممكن اعمل graphics from scratch، Photoshop ممكن ارسم حاجات على InDesign، ممكن اي إن كانت التول اللي انا هستخدمها. ممكن اعمل حاجة تبقى very dynamic وشكلها حلو جدا وحطها في جوجل سايتس. جوجل سايتس لما اجي ادخل عليه images، اقدر ادخل images، اقدر ادخل يعني extensions مختلفة زي مثلا JPEG PNG، وممكن كمان ادخل GIF. فانا الهوم بيج بتاعتي عبارة عن GIF، علشان كده حاسين ان فيها animations، في حين ان هي انا ما اقدرش ادخل فيديو، ما اقدرش ادخل فيديو على جوجل سايتس على طول، لازم يعني تبقى ايمج. فانا يعني عملت ورك اراوند سوليوشن ان انا عملت جرافيكس، كل الجرافيكس بتاعت الويب سايت بتاعي عملتها على كانفا ودخلتها على جوجل سايتس as a gif. تمام. لو حابين نعمل يعني مثلا بارت 2 للسيشن دي زي توتوريال اوريكم ازاي بالظبط خطوه بخطوه نكرييت ويب سايت بالطريقه دي، نقدر ان احنا نعمل ده. تمام. احنا حجزناه وخلاص. خلاص يا جماعه في سيشن ثانيه ان شاء الله هنعمل ورك ثانيه، نشوف برضو يا دكتور الناس اصلا استفادوا النهارده ولا لا. يعني لا ده هو الناس حابة. يا جماعه اللي هيتكلم النهارده هو اللي هيحضر الورشه الجديده. كل الناس حلوه قوي. خلاص جدا. تمام يا فندم. فدي كده يعني طريقه بحيث ان انا اتغلب على الريستريكشن بتاع جوجل سايت، وكمان حته ان هو مش فليكسبل قوي، فانا اقدر اتحكم في ده بان انا اكريت الجرافيكس بتاعتي بره جوجل سايتس واعمل لها امبورتنج. تمام. في حاجات هعرف اعملها وفي حاجات مش هعرف اعملها، بس انا هدفي هنا ان احنا نستارت سيمبل. انا اقدر بعد كده بعد ما الونش ماي ويب سايت ممكن بعد كده أقرر خلاص عايزة أتعلم كودينج بقى علشان أبتدي أعمل حاجات تانية، حاجات بقى يعني شكلها أقوى، شكلها دايناميك أكتر، ممكن أعمل ده. بس أنا مش عايزك تقف لحد ما تتعلم ده، أنا عايزك دلوقتي بالسكيل سيتس اللي أنت حاضر بيها السيشن دي to go and create your own thing. هرجع تاني ليك يا نهلة، أنت حاسة كده أن أنا جاوبت على سؤالك؟ بجد تسلم يا زينب. بايفول. thank you. تمام. حد كده عنده اي سؤال في الثري ستيبس دول؟ قلنا ان في ورشة جديدة وياريت الكل يتكلم. طب نشوف الناس كاتبة ايه في الشات. تمام. هو كله مرحب بالسيشن الجديدة. حلو قوي. تمام. كويس. يعني كل الكلام بيتكلم ان هو كويس. تمام. يعني هنستارت ايه بالظبط؟ حياة حضرتك بتقول هنا وين بالستارت؟ ستارت ايه؟ حابه
when will we start that to create our portfolio? Because we didn't to create, so yeah, because we have to start from the first session. So when we have to for the next, inshallah, or for the next session, maybe we have any questions, so she can, Zainab, she can answer us. Thank you, Zainab. You are amazing. You are very thank nice. Thank you. Thanks thank you so much, Hayat. Thank you so much. And let you know that you have just inspired a great idea, right? That I think ممكن نعمل mute. يا جماعة mute. Okay. Yeah, so Hayat just inspired an idea. Is how about that for our next session that you guys could have like done step one and step two. So basically in our next session we will do step three together, right? But I want everyone to have prepared their mood boards, okay, and they have checked all the checklists of portfolios that I will send you across. فدي أنا شايفة فكرة حلوة جدا. الفكرة أنا الفكرة هقولها بالعربي برضو علشان الناس كلها. الفكرة بتاعت حياة كان بتقول إنه إحنا طب عايزين نبتدي بقى إن إحنا نعمل الديزاين بتاع البورتفوليو بتاعنا. وعجبها فكرة السيشن اللي جاية إن إحنا أوريكوا إزاي على جوجل سايتس ممكن نعمل على جرافيكس على كانفا ونعملها امبورت على جوجل سايتس. تمام. ف ايه مشكله ان احنا السيشن الجايه دي نكون طبقنا ستيب 1 وستيب 2 بحيث ان احنا مع بعض هنعمل ستيب 3 وبعدها نعمل ستيب 4. ليه لا؟ فعايزه مثلا على السيشن الجايه لسه هنعلن عنها ميعادها امتى يكون الناس عملت their own mood boards. تمام. وكمان عملت تشيك للبورتفوليوز. انا هعمل زي انا اوريدي عامله ليست ببورتفوليوز كتيره جدا تقدروا تبصوا عليها وتجيت انسبايرد بحيث ان انتوا برضو تبقوا جاهزين لستيب 3. انا عندي فكره كمان كويسه ان الليست اللي موجودين معايا النهارده اللي هم ال 41 واحد اللي حضروا النهارده الايفنت هنعمل لهم سيشن تانية خاصه بالنسبه لهم بحيث ان هو يبقى خاصه بالناس دول او ال 42 واحد دول وهيبقى في هيخلصوا الاكتيفيتي دي ويسلموها لنا اللي هيسلمها هيبقى في بعد كده سيرتيفيكت من ايمرج افريكا بس شرط في شرطين صغيرين لان انا بعاني بيها اول شرط لازم الاكتيفيتي تتعمل ويكون صح تاني نقطه ان هو لازم نكون ملتزمين بالوقت اللي احنا حددناه ما يبقاش مثلا بعد نهايه الورشه وبعد الوقت اللي احنا قلنا عليه بعدها باسبوع 10 ايام يقول لي ده انا نسيت انا مش هقدر اعمل كده لان احنا اغلبنا زينب متطوع بوقتها وانا وقتي برضو ان انا مش هقعد اكستند ماي تايم ان انا هقعد اطول في وقت كتير قوي. تمام كده اتفقنا. كده اتفقنا الكلام. في معانا واحد حنان عاوز تسال سؤال. يس اتفضلي يا حنان. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليكي السلام. هو انا كنت عايز اعرف يعني مثلا ايه البروجكت الاساسيه. عليك الاول هو انا حنين انا اتكلمت في الاول. اوكي مش حنين. اهلا حنين. اهلا بيك. طيب احنا كنا بنقول انه مثلا احنا هنعمل مود بورد دلوقتي في البورتفوليو كده هل في بروجكتس اساسيه مثلا لازم احطها في البورتفوليو يعني انواع بروجكتس المفروض تكون عندي في انستراكشن للديزاينر. تمام يا حنين. طيب ثانك يو جدا على السؤال ده. هو احنا اولا المود بورد دي احنا لسه ما عملناش الديزاين بتاع البورتفوليو يعني انا في الاول انا باخد بعمل مود بورد دي عشان اشوف ايه الحاجات اللي انا هستوحي منها الديزاين بتاعي. فانا المود بورد دي مش بحطها في البورتفوليو خالص. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتتكلمي على البروجكتس بتاعتي بقى as an instructional designer هل في بروجكتس معينه لازم احطها؟ لا مفيش صح او غلط في حاجه زي كده. وبتبقى هي مدارس في ناس بتحب تحط كل شغلها في البورتفوليو اوكي وفي ناس لا انا مش حاطه كل الديزاينز بتاعتي في البورتفوليو خالص حاطه حاجات معينه اللي انا عارفه اللي هي ممكن تبقى اي كاتش قوي اوكي في ناس بتحب تحط حاجات بزنس ريليتد توبكس في ناس بتحط حاجات مش شرط تكون بزنس ريليتد تمام فالكونتنت بتاع الاي ليرنينج products بتاعتك اللي بتحطيها في البورتفوليو انت الوحيدة اللي بتقرري حاجة زي كده ومفيش اي rules خالص تحكمها. فانا مش عايزاكي تأيدي نفسك خالص. دي حاجة.
الحاجة التانية، أنا مش عايزة أي حد يفكر في الإي-ليرنينج كونتنت دلوقتي. إحنا دلوقتي بنتكلم على البورتفوليو as a design، as a website design عامة، لكن مش عايزاك أو عايزاكي تأجلوا إن أنتوا تعملوا بورتفوليو لحد ما يبقى عندكم e-learning samples أو content تحطوه as an instructional designer. لا، worry about ال instructional designer content ده في الآخر بعد ما يكون كل حاجة عندك is set up وجاهزة و good to go. تمام؟ وده دي الخطوة رقم 4 actually حنين اللي أنا هتكلم فيها، اللي هو نبتدي بقى نتكلم على التفاصيل دي. لما يكون عندي e-learning content هرفعه ازاي بقى على الويب سايت بتاعي، دي الخطوة رقم 4 وهي دي آخر خطوة عايزاك تقلق بخصوصها. تمام؟ حد حابب بيقول أي حاجة أو يسأل أي سؤال؟ لو في حد من الحضور عاوز يسأل أي سؤال يتفضل. أغلب الناس thanks، ما فيش حد. أوكي we can move on. طيب الهوستنج، هتكلم على ثلاث حاجات جوه الهوستنج اللي هي خطوة رقم 4. دلوقتي أنا وصل لحد فين؟ أنا كده عملت المود بورد، اتفرجت على بورتفوليوز كتير، وكمان خلاص عملت السيمبل ديزاين بتاعي اللي هو انسبايرد من المود بورد بتاعتي بالكالرز بتاعتي وانسبايرد من البورتفوليوز اللي شفتها. عملت الديزاين بتاعي على جوجل سايتس، أجي بقى أتكلم على خطوة الهوستنج. الهوستنج هنا بتكلم على ثلاث حاجات: الدومين، والهوستنج بتاع الويب سايت، هوستنج ذا ويب سايت، واخر حاجه هي هوستنج الانستراكشنال ديزاين كونتنت. دي اخر خطوه هتكلم عليها النهارده. شوفوا انا حطاها في الاخر خالص، تمام؟ علشان احنا هدفنا ان احنا نطلع من السيشن دي عايزين نستارت. تمام؟ يا سلام بقى لو طلعنا من السيشن دي ب 41 او 40 بورتفوليو الناس اللي حضرت دي كلها، هبقى مبسوطه قوي. اوكي سو دومين، اقصد ايه بكلمه دومين؟ دومين اللي هو من الاخر البورتفوليو دوت كوم او اسم الويب سايت من الاخر. تمام؟ ممكن يبقى اسمك دوت كوم، اسمك دوت نت، اسمك دوت كو، ايا كان. بس طبعا دوت كوم اسهل، هي دي اول حاجه بتيجي في دماغ الناس لما يجوا يدوروا على ويب سايت مش عارفين بالظبط هو ايه، بيكتبوا دوت كوم. فانت الاحسن ان انت تخليه دوت كوم. تمام؟ وتبتدي تدور على النيم بتاعك افيلبل ولا لا. يعني انا فاكره زينب خليفه، لما جيت ادور عليه كنت عايزه زينب خليفه دوت كوم، تمام؟ بس للاسف ما كانش افيلبل. وبرده يشرفني طبعا في جولري ديزاينر مصريه اسمها زينب خليفه، مشهوره جدا على المستوى العالمي، اسمها وهي عامله ويب سايت بتاعها زينب خليفه. دي حاجه تشرفني ان انا اسمي على اسمها، بس انا ما لقيتش زينب خليفه دوت كوم، فحاولت اخلي اتس ذا نيكست بيست ثينج بالنسبه لي، اخترت زينب اليكس دي دوت كوم، وكان انسبايرد باي اماندا اليكس دي دوت كوم اللي هي من الويب سايتس الخمسه اللي انا كانت فيري انسبايرنج بالنسبه لي. فده كده بالنسبه للنيم بتاعك. اوكي النيم بتاعك ممكن تجيبه منين او تشتري دومين منين؟ ممكن تشتري دومين من hostinger.com، وده الويب سايت اللي انا اشتريت منه الدومين بتاعي. بيبقى التكلفه بسيطه قوي. الكلام ده لو انت مش عايز الويب سايت بتاعك يبقى sites.google.com/اسمك، وعايزه يبقى شكله بروفيشنال اكتر علشان الناس ما تبقاش عارفه انه معمول على جوجل سايتس، يعني براحتك. فتمام، ممكن تستخدم hostinger.com وتشتري الدومين اللي يعجبك. حاول تخليه بس سيمبل، حاول تخليه as simple as انه يبقى اسمك دوت كوم وخلاص. تمام؟ ما تحاولش تخليه اسم يعني غريب شويه او كده، او اسم ما بيعبرش عنك، لا خليه اسم سيمبل، اسمك على طول دوت كوم هيبقى احسن حاجه. ممكن يبقى اسمك مثلا الفيرست نيم داش اللاست نيم دوت كوم زي ما انت عايز. ده كده بالنسبة للدومين. أنا في ممكن كمان just a second، أوكي
طيب ده hostinger.com. ممكن تستخدم في كمان domain.com. دول يعتبروا من أشهر الويب سايتس اللي بيبيعوا دومين. أوكي، هي الفكرة بقى أن أنا عايزك وانت بتدور على الدومين نيم بتاعك دور على أكتر من ويب سايت، لأنه في ويب سايتس بتعرض دومينز بريت أغلى من ويب سايتس تانية، فدور على أكتر من ويب سايت دومين بروفايدر بحيث أن انت تختار اللي لي بيدي أحسن سعر أحسن، وساعات بيبقى فيه أوفرز، فدي حاجة لطيفة. الدومين مش حاجة غالية خالص يا جماعة، يعني تقريبا كلفني في السنة كلها أعتقد 50 جنيه حاجة كده، يعني هو كل سنة بيخصم مني 50 جنيه، فالموضوع مش مكلف خالص خالص. تمام، ده كده بالنسبة للدومين. حد كده عنده أي سؤال في الحتة دي؟ انا عارفه ابتديت اتكلم كلام تكنيكال شويه، فعايزه ميك شور الناس ما عندهاش مشكله. يا ريت لو في حد عنده مشكله، انا حطيت الويب سايت اللي انت قلتي عليهم في الشات. أوكي. بحيث ان لو في حد حابب يشوف ونطلع عليه، لو في حد من الناس عنده اي كومنت او اي حاجه يا ريت بعد اذن حضراتكم يرفع ايده. طيب لو كله تمام اكتبوا انه مثلا تمام عشان نكمل، بس يبقى احنا في اكتف شويه مثلا او ثامز اب عادي، ثامز اب يعني اي حاجه. عامه برضو في حاجه عايزه اتكلم فيها في الخطوه دي، ان بعد ما انت بتشتري الدومين نيم من الدومين بروفايدر تمام، هتحتاج بس في شويه خطوات تكنيكال علشان تقدر تعمل ترانسفير للنيم ده لجوجل سايتس اكاونت بتاعك. تمام، الخطوات دي بس هتحتاج ترجع فيها للسبورت بتاع جوجل عشان يقدروا يساعدوك، لانه انا لو النهارده عايزه اعمل نفس الخطوات دي تاني هتلاقيني مش حافظاها خالص وهحتاج ان انا ارجع لهم. فهي موضوع شويه تكنيكاليتي، فيه تكنيكاليتي بس في الاخر بيتحل وبيتعمل يعني. اوكي طيب، ده كده بالنسبه للدومين. تاني حاجه هوستنج الويب سايت. لو انت عامل الويب سايت بتاعك على اي تول تانية غير جوجل سايتس، هتحتاج ان انت تشتري من الدومين بروفايدر ده، تشتري كمان حاجة اسمها هوستينج بلان، بحيث ان هو الويب سايت بتاعك يبقى هوستد معاهم. بس جوجل سايتس برضو من ضمن التكلفة اللي هو موفرها عليك ان هو هوستد تبع جوجل، فمش محتاج خالص تدفع اي هوستينج بلان. جوجل هوستس يور ويب سايت فور فري. فطبعا يعني التول دي طبعا ليها البروز والكونز بتاعتها، بس انا بتكلم دلوقتي على المنافع بتاعتها، ان انت مش محتاج تدفع هوستنج ومش محتاج تدفع اي حاجه عشان تكريت يور اون ويب سايت ويت ستارت. تمام كده بالنسبه لهوستنج الويب سايت. كلير اوكي ماشي. طيب آخر خطوة hosting الـ instructional design content. تمام، أي إن كان الـ content اللي عندك، ممكن تكون أنت مثلاً رافع كل الـ content بتاعك على Google Drive. تمام، طيب ما أنت Google Sites هو part من الـ Google Cloud نفسها، وتقدر أن أنت تترانسفر الـ content بسهولة جداً على الويب سايت بتاعك لو أنت استخدمت Google Sites. فأول حاجة لو انت عندك مثلا فيديوز اعملها instructional videos او micro learning videos، انت ما تقدرش تحط الفيديوز directly على الجوجل سايتس اكاونت بتاعك او الجوجل سايتس اللي بتعمله، فانت هترفع الفيديوز دي على يوتيوب او على فيميو، ممكن تخليها private عادي جدا، وتحط اللينك تمبد اللينك بتاعتك جوه جوجل سايتس. تمام، ممكن في السيشن اللي هنعمل فيها التوتوريال اوريكم بالظبط ده بيتعمل ازاي، ابقى جايبه مثلا اكزامبل لكل اي ليرنينج كونتنت او انستراكشنال ديزاين كونتنت واوريكم بهوست ازاي بكل سهوله. تمام، فاحنا كده الفيديوز هحتاج فيها ان انا استخدم ثيرد بارتي عشان بس اعملها ابلود واعمل لها امبيد بعد كده في الويب سايت. تمام، طيب ايه كمان؟ الستوري بوردز.
انا دلوقتي عملت كرييشن للستوري بوردز وعايزه شوكيس قدرتي في كرييشن الستوري بوردز، لانه اهم حاجه في الويب سايت او في البورتفوليو نفتكر ان احنا بنعمله ليه. احنا بنعمله عشان ندي ايفيدنس ان احنا بنعرف نعمل الحاجات دي صح. فلو انت بينت ان انت بتعرف تعمل فيديوز حط الفيديوز، عايز تبين انك بتعرف تعمل ستوري بوردز كويسه حط الستوري بوردز بتاعتك. فانت ممكن تستخدم جوجل دوكس، يعني انت تبقى رافع الستوري بوردز دي سواء هي هتبقى باوربوينتس او هتبقى وورد فايلز تكست بيسد او فيجوال، ترفعها على جوجل دوكس. بما ان جوجل دوكس هو بارت من جوجل كلاود فانت تقدر تترانسفير عادي جدا الكونتنت ده للويب سايت، تعمله امبيد من جوه جوجل سايتس، فتعرف تعمل لينك ما بين جوجل سايتس وجوجل دوكس، مفيش اي مشكله فيها. لو عايز تحط الستوري بورد على هيئه سلايدر بحيث ان هم يتفرجوا عليه كصور تقدر تعمل ده برضو، مفيش مشكله. ده كده بالنسبه للستوري بوردز. طيب كونتاكت فورم، دلوقتي انا عايزه اعمل كونتاكت فورم جوه الويب سايت بحيث لو اي حد عايز شغل مني اقدر انه يعني يبقى في فورم كده يبعتها لي. تمام، انت تقدر تعمل امبيد لجوجل فورمز جوه جوجل سايتس وكده برضو ما دفعتش اي حاجه في اي فورم كرييتر تاني او ثيرد بارتي فورم كرييتر. تمام، تقدر تعمل كمان لينك ما بين جوجل فورمز والايميل بتاعك بحيث لو حد دخل على الويب سايت وعمل الفورم وبعتها انت تجيلك نوتيفيكيشن ان الفورم بتاعتك فيها انتري فتروح تبص عليها مين عايزني في ايه. فاهم؟ ده كده كونتاكت فورمز. تقدر تحط ايه كمان؟ تقدر الاي ليرنينج كونتنت بتاعك تقدر تعمله ببلش على HTML5 و ترفعه على امازون S3. هتحتاج التو تولز دول عشان تقدر ترفعه على الويب سايت بتاعك. امازون S3 وكلاود بيري دول بيساعدوك انك تعمل ببلش على انترنت لينك HTML لينك. اللينك دي تاخدها وتحطها في الويب سايت بتاعك زي ما انا عملت كده في الاي ليرنينج كونتنت. طيب اعمل ده ازاي يعني؟ برضو عادي جدا، انا حاطه هنا لينك لتوتوريال على اليوتيوب. التوتوريال ده بتاع ديفيد أندرسون اللي هو Articulate Storyline Head of Customer Education، هو اللي بيعمل الـ E-Learning Heroes Challenges. تمام، ديفيد أندرسون عامل توتوريال لطيف جدا على اليوتيوب. أنا كل ما بحتاج أرفع أي E-Learning Content ليا أونلاين بخش على الفيديو ده وبمشي على الخطوات كل مرة، عمري ما بحفظها وعلى طول ماشية بالتوتوريال ده. فده كده بالنسبة لي الهوستينج بتاع instructional design content. دول الأربع خطوات، قولوا لي لو حد عنده أي سؤال. احنا we're coming to our end of time، فحب أكولكت الأسئلة بتاعتكم والكومنتات وكل حاجة. أنا بتوجه لك بخلص شكرا تقدير يا باشمهندس زينب على العرض الجميل جدا، ويعني شرفتينا جدا، وان شاء الله ان شاء الله هنعمل ورشه جديده ان شاء الله زي ما احنا اتفقين، بس لها شروط معينه. اول حاجه ان احنا دلوقتي ان الناس اللي هتعمل التاسكات اللي مطلوبه منها لا هتعمل البورد بتاعتها وهتعمل تشيك للبورتفوليو اللي هتجيبها هتخليها في تو سلايد على باوربوينت، يعني زي ما حضرتك جمعتيهم كده في الاخر. انا عملت 1 2 3 4 يكونوا جاهزين موجودين معانا، وان شاء الله هيتم هنتم العمل الجزء العملي بتاع الورشه، وهنسيب اسبوع بعد الورشه ونشوف بعد كده البورتفوليوز بتاع الناس كلها، ونقدر من خلالها نقدر نحدد مين اللي ان شاء الله ادى الاكتيفيتي وهيستحق الشهاده بتاعت ايمرج افريكا بالعربي، هي شهاده فور فري. طيب بالنسبه كده للاكتيفيتي، في حد عنده اي سؤال بالنسبه للاكتيفيتي من جهتي؟ اي حد عنده اي سؤال اي كومنت؟ نهله عندنا سؤال. اتفضلي نهله. اتفضلي نهله. انا سؤالي مش ليه علاقه بالاكتيفيتي بتاعتك، انا سؤالي لزينب. الاول حابه اشكرها على وقتها وعلى المعلومات اللي اديتها لنا، حقيقي تسلمي جدا. المفروض ان بعد البورتفوليو بعد السيشن دي وخلاص لازم ابدا البورتفوليو بتاعي شكلي وحش. لازم يا نهله. جدا يعني بصراحه، بس اسلام يعني غير اني استفدت منك كمان حمستيني اكتر لازم ابداه، وغالبا برضو هبعت لك كده تديني فيدباك.
الحاجة التانية اللي محتاجة أسأل فيها هو إن أنا بشوف في البورتفوليو بتاعك إنك رفعت حاجات HTML5 على جوجل سايت، أنا مش متأكدة من المعلومة دي، بس أنا بس محتاجة أتأكد يعني articulate file اللي احنا بنطلعه بابلش أقدر أرفعه ويبقى على جوجل سايت والناس تinteract معاه ولا لا بالطريقة اللي قلت لنا عليها، بس محتاجة أتأكد من المعلومة دي عشان أيوة يا نهلة ينفع طبعا. أنا حاطة already e-learning content عندي على الويب سايت وانتراكتيف، فهتعملي ايه عشان تعملي حاجه زي كده؟ هتلاقي هنا في لينك اللي خليني اعمل كده ثانيه واحده احط اللينك دي هنا. يا ريت، انا محتاجه خليني احطها هنا البرزنتيشن او بعتنا لينك في الشات فاقدر اسيب حالا. دي ده توتوريال كان عامله ديفيد اندرسون اللي هو articulates head of customer education. Just a second. وهو أنا كل مرة لما أجي أعمل upload لأي content على الويب سايت بتاعي لازم أفتح التوتوريال ده وأمشي في الخطوات، مش بحفظها يعني. أنت بس هتحتاجي two applications، هتحتاجي Amazon S3 وهتحتاجي CloudBerry. اعتقد امازون S3 كان بفلوس، كان حوالي 200 جنيه في السنه حاجه كده، وكل ما الترافيك بيزيد بالمبلغ ده بيبقى اكتر الترافيك، يعني ان الويب سايت بتاعك يبقى عليه زيارات كتير. اوكي، وده بما انه هو بورتفوليو فالموضوع عمره ما بيبقى مكلف للدرجات دي، يعني كده كده البورتفوليو بتاعك انت بتبعتيه لناس معينه مثلا بتابلاي على فيكنسيز، فاللي بيشوفوه برضو بيبقوا ناس قليله، عمر ما هتلاقي ان المبلغ بتاع الهوستنج ده كلفك قوي يعني. شكرا، انت بعت اللينك وصل؟ تمام. في حتى من حضور الكرام عنده أي استفسار أو أي سؤال؟ طيب، أنا في شوية روابط هنشرها عندكم مباشرة حاليا مجمعة لبعض. أول رابط هو الرابط اللي هو خاص بالقناة بتاعت اليوتيوب بتاعتنا بتاعت Emerge Africa، وعليها كل الورش السابقة والورش الحالية وإن شاء الله الورش المستقبلة. يعني كل الناس اللي بتسالني الورشه دي مسجله، هي الورشه دي حاليا احنا عاملين لايف ستريمينج على اليوتيوب بحيث ان في ناس بتتابعنا على اليوتيوب، ويا ريت كل الناس تعمل لنا متابعه عليها. والرابط الثالث ده رابط الجروب بتاع الفيسبوك، احنا عاملين جروب على الفيسبوك خاص بينا بإيمرج افريكا، والتليجرام اللي احنا بنعمل عليه بننشر عليه بعض الحاجات اللي هي خاصه بالورش اللي احنا شغالين عليها، وكمان إيمرج افريكا دوت نت ده الموقع الرئيسي اللي احنا بتاعت إيمرج افريكا. وكمان لو في حد من الحضور اللي موجودين عنده يعني قدره ان هو يشارك معانا بورشه تطوعيه، يا ريت ادا سايب اللينك وسايب وسائل التواصل بتاعتي من رقم التليفون اللي على الواتساب او الايميل الشخصي بحيث ان احنا نكون متواصلين مع بعض. ويا ريت بعد اذنكم التقييم ده مهم جدا، بحيث ان انا هجمع كل الايميلات اللي موجوده في التقييم هتبقى موجوده معانا ان شاء الله للسيشن الجديده باذن الله عز وجل. المحاضرة مسجلة، المحاضرة موجودة على القناة بتاع اليوتيوب، ياريت كل الحضور يعملوا سبسكرايب للقناة هتلاقوا كل الحاجة موجودة عليها. أنا كده لو في حد من الحضور الكرام عاوز يسأل عن حاجة عن إيمرج أفريكا اتفضل، لو عنده سؤال بالنسبة لزينب اتفضل. المايك مفتوح، احنا لسه في 6 دقايق، اللي عنده أي سؤال أي كومنت. يعني انا صراحه مستغربه ان انا ظبطت الوقت كده يعني. لا مبسوطه من نفسي جدا. شكرا. evaluation survey، في سيرفي انا بعت اللينك بتاعه حضرتك موجود فوق، يعني الرابط التالي هو رابط تقييم الورشه اهو. يعني احنا عاملين الورشه كلها موجوده بحيث ان الناس كلها عشان تبقى حاضره في يعني تعملنا تقييم ونبقى موجودين مع بعض. انا حابه برضو اشير معاكم شويه فان فاكتس كده. انا البورتفوليو بتاعي عملته في اسبوع، دي اول فان فاكت. تمام.
البورتفوليو كمان انا عملته كان تشالنج يعني تيم سليد كان في الكوميونتي بتاعه الاي ليرنينج ديزاينرز اكاديمي وكوميونتي كان عامل تشالنج بيعمل تشالنج كل شهر حد يعمل ديزاين لحاجه نعمل ريديزاين لحاجه قديمه كنا عاملينها معلش ثانيه على همك علي فهو كان عامل تشالنج وانا كنت عايزه اعمل زي اشارك في التشالنج دي يعني ما كنتش عارفه اذا كنت هعرف اعمل ولا لا الصراحه ففكره ان انا مش عارفه اعمل حاجه ابتدي بقى ادور على توتوريالز على حاجات على يوتيوب بتتعمل ازاي برضو كنت اول مره استخدم جوجل سايتس يعني ما كانش عندي اي فكره عنه قبل كده ودي كانت تول اول مره استخدمها فمش عارفه حتى ان هي ليميتد او ريستريكتد بس لما جيت اعمل ديزاينز لقيت نفسي لا بعطل مش عارفه والفكره بتاعت ان انا ادخل جيف على على جوجل سايتس دي كانت فكره انا شفتها في توتوريال على يوتيوب ان انا ما كنتش عارفه التول فبتعلمها دي شويه فان فاكتس في فان فاكت كمان انه في الاي تي دي كونفرنس اللي فات اللي هو ATD 2020 تيم سليد عرض البورتفوليو بتاعي as an example of portfolio on Google Sites بحيث ان الناس تبتدي الخطوة بتاعت انه portfolio is the new resume فيعني البورتفوليو ده راح امريكا انا ما روحتش امريكا يعني فدي شوية برضو fun facts احب ان انا اشيرها معاكم There is no way ان انت بعد كل اللي انا قلته ده ما تبقاش متحمس انك تبتدي وانك ممكن تكريت جوجل سايتس حتى لو مش عارف ايه الويب سايتس دي حتى لو ما جربتش جوجل سايتس ده قبل كده حتى انك تجرب تخلصه في اسبوع زي ما انا خلصته في اسبوع انا شايفة انه مفروض كده انا عملت اللي عليا وزيادة انت عملت بزيادة كده زينب النهاردة وشكرا ليك لوقتك وان شاء الله نروح امريكا يعني مش هتبقى في مشكله يعني مش هيروح الشغل واحنا قاعدين هنا في مصر فلازم نروح نسافر ان شاء الله يعني. ده اكيد يعني نفكر يا ريت كل الحضور الكرام يعني لو في اي تعليق او في اي حاجه خاصه بالنسبه لإيميرج افريكا يعني انا تحت امركم بالنسبه لزينب يعني انا اظن ان هي بسم الله ما شاء الله ربنا يجزاها كل خير كفايه ان هي متطوعه بوقتها ويعني مش هنقدر نكفيها شكر يعني شكرا ليك يا زينب جدا جدا شكرا لك على وقتك وشكرا لكل الحضور ان انتم موجودين معنا من اول دقيقه لاخر دقيقه ويا ريت لو في اي تعليق او في اي كومنت او في اي نصيحه لينا احنا موجودين تحت امركم واللينكد ان بتاع زينب موجود على الويب على الشات دلوقتي حالا بحيث ان اي حد حابب انه يتواصل معنا مباشره واي حد خاص اي سؤال خاص بالنسبه قبل ما نقفل معلش غير دقيقتين يا جماعه اي سؤال اي تعليق اي حاجة شكرا ليكو شكرا جدا انا بجد انبسطت ان انا يعني خدت الخطوة الصراحة انا لقيت نفسي في ناس كتيرة بتكلمني عن موضوع البورتفوليو ده وبقعد يعني برد على اسئلة in small sessions in small groups حسيت انه اول ما حضرتك يا دكتور بعتلي وقلت لي على الفكرة قلت why not هيبقى الناس اكتر وهيبقوا هنستفاد على مستوى اكبر ف اتمنى بس ان الناس تحس انه فعلا الهدف اللي انا كنت جاي عشانه اتحقق انه موضوع سهل مش صعب مش محتاجه ابقى عارف حاجات كتير مش محتاجه ادفع فلوس كتير الموضوع ممكن يكلفني بكتير قوي 250 جنيه مش اكتر ده لو انا عايز اشتري الدومين يعني وعايز ارفع اي ليرنينج كونتنت انتراكتيف لكن في حاجات كتيره ورك اراوند سوليوشنز مش لو دخلنا على ويب سايتس الثانيه اللي هي جو دادي وويكس والحاجات دي الاوثرنج ويب سايتس هنلاقي لا تكلفتها عاليه قوي في حين ان الموضوع مش يعني ده مش كوميرشال ويب سايت اتس ات ذا اند اوف ذا داي اتس ان بورتفوليو لا شكرا ليكي جدا جدا ويعني هي حاجه كويسه جدا وتوجه احنا محتاجينه يعني انا ما عادش حد بيبص على السي في اكتر ما بيبص على البورتفوليو بتاع الشخص يعني ده يعني حاجه جديده مع النيو ويف اوف اور جينيريشن رايت ناو فدلوقتي كده كويس أنا بشكرك جداً
وبشكر كل الحضور الكرام، ويا رب تكون ورشة جميلة بالنسبة لكم، وإن إحنا كنا ضيوف خفاف عليكم في إيمرج أفريكا، ويا رب نكون أنت كده عملتي بالنسبة للورشة أنت كنت بتكلم عليها، هي دلوقتي تبقى موجودة على مستوى الميدل إيست مش على مستوى مصر. إحنا معنا ناس حضور من الجزيرة العربية، من الإمارات، من عمان، من عمان، معنا يعني سفراء في كل الدول العربية، ومن فلسطين كمان، بلدنا فلسطين يعني، ومن نيجيريا. يعني ما تزعلوش مني لو انا ما ذكرتش كل الدول، لان كل الدول يعني دولنا، ويا رب نكون بنحقق شيء. شرفني والله، احنا لنا الشرف، والمنوفية كمان دي دولة المنوفية والجزائر، اهلا مرحبين بكم جميعا، وان شاء الله نلتقي بكم في ورشة جديدة في إيمرج أفريكا بالعربي. وشكرا لك يا زينب، ونشوفك ان شاء الله في الورشة الجديدة اللي هنرتبها مع بعض، وهنبلغ حضراتكم بإذن الله من خلال الميل، ان التقييم اللي هتعملوه هاخد الميل ليست دي، هتبقى موجوده معايا، بحيث ان انا ابعت لكم السكند ورك شوب، تبقى موجوده معانا ان شاء الله عز وجل. شكرا ليكي، وشكرا لكل الحضور الكرام، ونراكم ان شاء الله في ورشه جديده من ورش إيمرج أفريكا بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور زينب، شكرا دكتور محمد، شكرا جزيلا، شكرا استاذ الهادي، شكرا، مع السلامه.